النادي الاهلي ايضا عينه على المستقبل النادي الاهلي واحنا في موسم استثنائي باصص للمستقبل زي السنه اللي فاتت النادي الاهلي كان عينه على المستقبل وبيحضر للمستقبل النادي الاهلي برضه السنه دي بيكرر نفس الكلام عينه على المستقبل لما اعتذر عن البطوله العربيه علشان يدي راحه للاعبين ودي راحه مهمه جدا وشفنا السنه اللي فاتت كانت اراحه اللاعبين شفنا العائد عليها السنه دي كان من اهمها شفنا عدد الاصابات ما كانش كان بنسبه ضئيله جدا عدد الاصابات اللي كانت موجوده داخل الفريق عكس السنوات السابقه كنا بنشوف اعداد كبيره جدا من اللاعبين مصابه لعيبه بتقعد فترات كبيره بتغيب عن مباريات مهمه لكن لما اللعيبه ريحت عملت فتره اعداد قدرت احضر الموسم بشكل جيد وخدت بالاسباب علشان كده شفنا نجاح كبير علشان كده برضو اعتذار النادي الاهلي عن البطوله العربيه كان برضو اهم يعني تحضير الموسم الجديد علشان راحة اللاعبين مع انتهاء مباراة المصر إن شاء الله اللي هتكون يوم الخميس القادم نتمنى فيها التوفيق للاعبي النادي الأهلي ويكون أفضل ختام إن شاء الله للموسم الحالي إن شاء الله يتم راحة اللاعبين علشان تبدأ تحضر الموسم القادم برضو من ضمن الأهداف أو من ضمن تحضير الموسم اللي جاي غير راحة اللاعبين والاعتذار عن البطولة العربية ملف الصفقات وده الملف المهم جدا الشاغل لكل جمهور النادي الاهلي وفي البدايه لمجلس اداره النادي الاهلي وبالاخص للجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب. شفنا تدعيمات مهمه جدا للموسم القادم اول صفقه اعلنها النادي الاهلي كان امام عاشور. امام عاشور واحد من اللاعبين المميزين في خط وسط النادي الاهلي. واحد من اللاعبين المميزين اول حاجه امام عاشور لاعب سنه صغير وهي دي رؤيه الجهاز الفني ومجلس الإدارة ازاي النهارده انتدب لاعبين صغار السن، إمام عاشور بعد رحيل حمدي فتحي اللي بنقول له ألف شكر على ما قدمه مع النادي الأهلي، إمام عاشور إن شاء الله يكون خطوة مهمة جدا يقدر يكون عند طموحات جماهير النادي الأهلي ويقدر يحفر اسمه وتاريخه في النادي الأهلي إن هو خامة جيدة لعيب ملتزم لعيب ان شاء الله يكون عنده رغبه كبيره مع زملائه ويقدر يساعد نفسه ويكون دخوله دخول مهم. تاني صفقات النادي الاهلي رضا سليم. رضا سليم لاعب مغربي تالق في الدوري المغربي خاصه مع الجيش الملكي. واحد من اللعيبه صغار السن، واحد من الصفقات ان شاء الله اللي هتكون مهمه ايضا مع امام عاشور في النادي الاهلي. رضا سليم لعيب عنده 23 سنة وقلت لحضراتكم عامل السن مهم جدا في الرؤية الفنية المستقبلية لبناء فريق جيد للنادي الأهلي عامل السن انت بتنتدب لعيبة صغيرة في السن تقدر تديك لسنوات وسنوات وتقدر تشرب من النادي الأهلي رضا سليم واحد من اللي تألقوا في الدوري المغربي بأرقام مميزة جدا مع الجيش الملك المغربي فريق الجيش الملك المغربي قدر يحسم بطولة الدوري السنة دي مع في المغرب وكان رضا سليم واحد من العوامل او واحد من اللاعبين المهمين جدا. استوقفني امبارح المركز الاعلامي في النادي الاهلي وهو بيقدم لاعبنا الجديد رضا سليم. تقديم كالعاده، المركز الاعلامي في النادي الاهلي ما شاء الله الشباب هناك بقياده الاستاذ جمال جبر متالقين كالعاده في تقديم الصفقات الجديده. شفنا قبل كده مروان عطيه شفنا امام عاشور واخيرا شفنا رضا سليم الربط الحلو يا ريت لو معانا الصور نعرضها يا شباب واحنا بنتكلم عن رضا سليم علشان نتكلم ونحلل البرومو اللي اتعمل شفنا جمال مصر وجمال القاهره وخاصه نهر النيل العظيم المكان والفكره حلوه جدا انك انت النهارده يعني بتربط كمان الحدث مصر والمغرب العلاقات الوطيده العلاقات التاريخيه اللي محدش هيقدر ياثر فيها ولا يتكلم عنها ولا حد يقدر يعني يشكك في علاقات مصر والمغرب قبل علاقات الاهلي مع الانديه المغربيه والاهلي بينتدب لاعب مهم زي رضا سليم شفنا قبل كده بدر بنون في من المغرب زي ما احنا شايفين دلوقتي ده صوره رضا سليم وتقديم المركز الاعلامي بالامس للاعبنا رضا سليم عجبني جدا الربط بين الشخصيه التاريخيه ابن بطوطه وبين رضا سليم وكمان يعني ابن بطوطه هو بيتكلم عن النيل فكان افضل مكان يصور فيه رضا سليم هو نهر النيل نهر النيل العظيم نهر النيل الخالد وكمان الصور والفيو كمان اللي بيبين عظمه مصر وجمال القاهره وعظمه نهر النيل فكانت الصور امبارح معبره صور جميله تناقلتها كل الصحف وكالات الانباء وكل السوشيال ميديا فكان ليها صدى جميل جدا وعلشان كده النادي الاهلي زي ما احنا بنتكلم نادي الاهلي هو التاريخ، نادي الاهلي يعني يعني بدا التاريخ فالنادي الاهلي النهارده كانت صوره معبره جدا انه امبارح يكون تقديم رضا سليم في نهر النيل وكان كلامه عظيم عن النادي الاهلي ورغبته القويه وانضمامه وحبه للنادي الاهلي.